لا بديل عن القذائف إلى القذائف ذاتها، هكذا اختارت الميليشيا أن يكون حال كل صباح تستيقظ عليه قرى مديرية الزاهر الحميقان محافظة البيضاء، إذ ما تزال الميليشيا تواصل خروقاتها المستمرة بقصف منازل المدنيين والمدارس، ولا يبدو أن ثمة مكانا للتهدئة ولا وقفا لحظيا لإطلاق النار. وفي الناحية الأخرى من المحافظة في مديرية ذي ناعم، عاودت الميليشيا قصفها مناطق يفعان والقرين، ولا تزال تداهم المنازل وتختطف العديد من أبناء المديرية. لا يختلف الوضع أيضا في جبهة نهم شرقي العاصمة، حيث ما يزال القصف هو المتغير المستمر في المعادلة، لتزداد ضراوة المواجهات في منطقتي مبدع ونبي بارق بعد بداية كل قذيفة تطلقها الميليشيا على مواقع المقاومة. الخروقات تستمر أيضا في جبهتي حرد وميدي، وأوضحت لجان الرصد التابعة للجيش أن الميليشيا واصلت الحشد والتعزيزات العسكرية، إضافة إلى زرع حقول جديدة للألغام بمحيط مواقع اللواء 101 مشاة على قطاع لواء الوادي، لتختتم الميليشيا ديمومة اختراقاتها بضرب مواقع للمقاومة في كرش وإيصال تعزيزات كبيرة إلى مدينة الشريجة، بغية التقدم ولو بالحد الأدنى نحو محافظة عدن. إذن لا تزال الميليشيا تبدد آمال وقف إطلاق النار، ولا يرجح المشهد أن ثمة نية حقيقية لها في السير نحو مسار السلام.